السلام عليكم، انا عبد الله هشام مصطفى من مصر. اكتر حاجه عجبتني في برنامج منازل الروح ان هو كان اي مشكله عند البني ادم الحلول موجوده في 7 منازل. وكمان انا لما كنت بذكر ربنا كنتش بحاسس باللي انا بقوله، مكنتش فاهم المعاني. في السنة اللي فاتت في رحلة كأنك تراه فهمت المعاني اللي أنا بقولها، وكنت حاسس الإحساس اللي أنا بقوله. ومن هواياتي لعب السباحة والكمبيوتر ساينس، وعايزة أكون في رحلة 2022 السنة الجاية إن شاء الله عشان أعيش تجربة زي رحلة منازل الروح. بس كده، والسلام عليكم ورحمة الله.